2% فقط معدل نموه في مصر خلال ال3 سنوات الماضية، ده معدل نمو مؤكد ما يقدرش يخلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب اللي تستوعب معدلات البطالة المرتفعة اللي موجودة. معدلات البطالة الرسمية في مصر تجاوزت 13% حاليا، وفي تصاعد مستمر من 2010 بعد ما كنا بنتكلم على 8-9%، النهاردة بنتكلم على 13% معدل بطالة رسمي معلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لو بنركز بقى على الفئة الشباب، ممكن نركز أكتر على الفئة العمرية من 20-24، بنلاقي إن معدل البطالة بين هذه الفئة بيتجاوز 30% مرة تانية المعدل الرسمي، المعدلات الرسمية الصادرة عن الجهاز. لو بندقق أكتر وبنشوف الإناث في هذه الشريحة العمرية من 20-24 بتتجاوز معدل البطالة 50% مرة تانية معدل البطالة الرسمي. مش بس كده، جزء كبير من فرص العمل اللي تولدت في مصر خلال الفترة اللي فاتت، السنين اللي فاتت، حتى في معدلات النمو المرتفع للأسف كانت في القطاع غير الرسمي وغير المنظم، وبالتالي لو بنتكلم على جودة فرص العمل هنلاقيها مستوى منخفض للغاية. من هنا الحقيقة جت فكرة أيادي اللي زي ما قلت بدأت مع سيادة اللواء عادل لبيب، طورناها، اشتغلنا، اختبرناها الحقيقة مع القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، لحد ما دلوقتي بقت عندنا شركة، بنتكلم على شركة عملاقة رأس مالها اللي بنتكلم عليه 10 مليار جنيه. الاستثمارات اللي هتنفذها هذه الشركة على مستوى المحافظات هتكون أضعاف هذا الرقم،